اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم بركة عيدكم، نزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم بركة عيدكم، بركة هذا العيد علينا عليكم يا ناس قسنطينة، صحة بالبليدة زينة صحة عيدكم، كأنها عروس بتبسيمة مبروك عيدكم، نزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم، نزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم بركة عيدكم، بركة عيدكم بالهمة عليكم يا ناس العصيمة، زهيتوا اليوم وزهينا صحة عيدكم، زيتوا اليوم وزهينا بركة عيدكم، نزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم بركة عيدكم، نزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، نزينوا نهار اليوم بركة عيدكم. نعود نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام دائما في قاعدة العيد المبارك، العيد الفطر لسنة 2024. يعطيك الصحة على هذه الأنغام اللي قدمتها لنا لأنهار اليوم، لصحة عيدكم وصحة عيد حلنا القاعدة، أكيد صحة عيد كل الأمة الإسلامية. لا شكر على واجب أخت أسماء. أنا مبدئيا نبدأ نقول لك صحة عيدك أسماء وهاجر والأخ من عبد الغنيك، ونقول كامل الأمة الإسلامية صحة عيدكم، وراني فرحان كاني معكم اليوم. وإحنا فرحانين كي راك معنا اليوم وشرفتنا بحضورك. نروحوا أيضا نرحبوا باللاعب تاعنا مدافع اتحاد خميس خشنة سيد بن خروف عبد الغني أيوب، مرحبا بك وصحة عيدك. اهلا وسهلا وصحه عيدك وصحه عيد كل الامه وصحه عيد لكل عائلتك، اهلا وسهلا فيك. صحه عيدك ربي يحفظك. اذا نعاود نقولوا دائما للسيد السيد علي العليا اللي دائما يكون دائما معنا في المولد، معنا في كل مناسبات، اكيد احنا دائما هو اللي كما نقول لك الزلابيه تاعنا. ما يخفاكش انا قناه الجزائر انوان بالك ليها فضل، انا بالك من الاول مقبل كاع كيف فهمك من الاول يعني قبل ما تبدا انا كنت نجي لهنا لهذا المكان والله فرحان وحاسه دارنا العائله يعني وليد الدار وليد الدار العائله تاعنا. ربي يحفظك. نعاود نولوا للاعب، اللاعب اليوم راه شويه حشمان في العيد ولك عيان. انا عيان شويه ملي ماتش بزاف وسختو في رمضان انا يغلبني طريني يغلبني هذوك خلاص دوك انا فاطرين في العيد العيد تاع رمضان دار عليك كي طريني في رمضان بيان سير صح ماشي سهل ماشي سهل. اذا ربما احكي لنا على نفسك شويه، كيفاش بديت في لعب كره قدم وكيفاش دخلت في هذه الاجواء وكيفاش دوز اجواءك يعني بين كره القدم ربما ومع رمضان الكريم؟ وانا بديت كره القدم صغير، اللي كنت صغير نلعب بالون هذه هي، ورمضان نجيروها رمضان نطرين وقيس الحال برك. هذا ما كان أول. بالنسبة للعيد كيف تجوزوا يوم العيد؟ يوم العيد نجوزوا كما قال شاب جزائري، نجوزوا صباح الجامع نغافروا على الناس العائلة ايه العائلة بعد عشية ترقد مكشوش الدين. اليوم راك معانا اليوم انا هنا مرحبا بك. ربما انا حبيت ايضا نعاود نولي لسيد علي الفنان تاعنا وليد الدار. اذا قول لي سيد علي كيفاش انت تجوز العيد تاعك؟ كما كمل الشعب الجزائري صباح عبالك احنا عندنا ميزه صباح نوضو نروح انا والوالد تاعي نروح نصليو في المسجد ونتغافروا على الناس نجو الحومه نقبلوا ثم
انا نسكن ما يخفاكش انا نسكن في كارتي بوبيلار، نصيبهم كاع تما في الدخله نقبلوا عليهم وكذا، بعد ندخل للدار نقبل على العائله كذا نستقهوى، وبعد من ثم نقلعوا ديرك نروحوا نقبلوا على العائله. احنا احنا صله الرحم نروحوا كامل للدار الكبيره لجداتي وكذا، ونروحوا لعماتي نروحوا لعمومي. ودوزيام جور احنا مقسومه، دوزيام جور انا نطلع مندي على بالك، انا يما مندي من عندكم الله يبارك. دوزيام جور نطلعوا اخوالي خالاتي ثم نقبلوا عليهم بالك، موراها ساكه بالك الواحد كي يشوف كامل العائله نتاعو. احنا مع بالك كل واحد وظروفه، كل واحد كما نقولوا الوقت الولاديه ولات الاغالب، كي يكمل يشوف كاع لا فامي تاعو بالك. انا واحد نحس بواحد الراحه نفسيه، واحد بالك المورال يطلع شفت كامل العائله. ورسول عليه الصلاه والسلام وصلنا على صله الرحم، وفيها البركه وفيها الرزق وفيها طولة العمر. أنا هذه هي إن شاء الله يا ربي، ما شاء الله، يعني جميل جدا هي أنه كاين مازال كاينة الرحمة في قلوب الجزائريين. هذا يغفر لهذا ما شاء الله، واحد ما يشد الحق. احنا دائما في العيد هذا دائما احنا نوجه رسالة لكل مشاهدينا الكرام، لما غفرت على أخوك ولما غفرت على وليدك ولما غفرت على أقاربك سي لوكازيون، اغتنموا الفرصه. احنا اخواننا في غزه نشوفوا فيهم راهم يموتوا يوم، يعني في كل ثانيه يموت انسان، في الملايين راهم يموتوا. سما راحوا قال هذيك بالك. انا نزيد نضيف لكم حاجه، والله للامانه احنا الانسان ضعيف، يعني يقدر في عبالك يكون سوء تفاهم، يقدر اي واحد يصرى له الشيطان كذا، الانسان ضعيف يصرى له بروبليم مع اي واحد. عبالك الشعب الجزائري يتميز بطيبة قلبه، عبالك وقت صيبي في العيد صبيهم يتغافروا والآخر يروح ليه ويجي. الحمد لله والله غنعمة، الحمد لله. سرتو كي الواحد يشوف هذو الصوالح كذا، يجي لك إنسان زعما يكون ظلمك ولا صرا بيناتكم، يجي لك عبالك مام فيها عبالك فيها فرحة واحدة أخرى ثانية. ما شاء الله ربي يحنن القلوب. انا حبيت نضيف هذه ان شاء الله، يعني ان شاء الله نشوفوا اللاعب تاعنا المستقبلي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ربما عندك اهداءات ولا توجههم مشاهدينا الكرام. نهدي تحياتي لائلة كريمة والمدرب تاعي سيد علي شيخي، وهذه هي نقول لكم صح عيدكم، وتغافروا وتسامحوا ما بيناتكم، والدنيا ما كان والو، هذه صح عيدكم. صح صح، شكرا. عندنا سيد علي. سيد علي كيفاش جوز رمضانك؟ عبالك انا نحب نقول لكم حاجه، عبالك ما حسينالوش باك تكونوا معايا فيها. صح. أبقى قاعد هكذا حتى جزت 20 جور، وبعد بعد دي جور اللي قعدت ما شفناهاش. غمض عينك العيد. أبالك وهذا يجي كل عام، يقدر الإنسان العام من بعد يقدر يكون يقدر ما يكون، يتبدلوا بزاف صوالح هذه الدنيا. واش أنا في رمضان صباح نوض شوية مع الخدمة، بعد نجي عندي بروجرام تاع سبور مع الجروب تاعي، ندخلوا للصال من ذاك نطلعوا الغابة، بعد نجي هكذا ندخل الدار ندوش من الدار، بعد نخرج كشما نقضي شويه نعاود نولي للدار، نطيح سواسوا مع المغرب، بعد موراها احنا نخدموا عندنا السهرات تاعنا وكاع. جوزت عده حفلات مع المؤسسه الثقافيه في ولايه البوليده، خدمنا في بازا وخدمنا هنا في الجي. تحيه من صحايكم مدير الثقافة تاع بليدة، مدير الثقافة تاع تيبازا. في رمضان خدمت هذوما، وخدمت عدة حفلات كما نقولوا تاع البريفي، وجاز وان شاء الله ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا سيدي علي انا حبيت فقط نعرف، وقال سبورتيف حلوة تحبها ولا ما تحبش؟ تحب الحلوة التقليدية العصرية؟ انا ناكل الحلوة وبالك نحب البقلاوه، نحب الشارك مسكر هكذا، هذا الصوالح. ما شاء الله ما شاء الله، نعاودوا اللاعب نشوفوا شنو الحلويات اللي حبوا. احنا هو بد اهداءات بصح نزيدوا نشوفوا نكملوها بالحلويات. ربي يحلي ما شاء الله. ان شاء الله. نعم انا نموت البقلاوه. غير البقلاوه، هو قال بقلاوه انت قلت بقلاوه. زيد عطاك البقلاوه. هذا ما كان لي صابلي ثاني. الله يبارك ويعطيك لي صابلي. باسكو لاعب شغل ربما عندكم ماشي مليح سكر بزاف. اكزاكتومون، انتم عندكم الريجيم تاعكم. ريجيم واش عندكم باغ اكزومبل الريجيم ابي بخي؟ لازم تاكل الكارب، البروتين بزاف.
حاجة حلوة تبعد عليها نحيقة سكرية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يوفقك في المشوار تاعك. شكرا. نعود نولو سيد علي الفنان تاعنا. احنا اللي قعدتنا يعني حلوة معاك الهضرة القصرة حلوة معاك خويا، ربي يحفظك إن شاء الله. ربما ككلمة ختامية ولا إهداءات ولا حبيت تعايد العائلة تاعك؟ ياسر فيها إهداء، حبيت نخرج برا بعد فيها بزاف سوال احنا حلفوا في كامل والله على بالك. نقول العائلة نتاعي الوالد والوالدة نقول لهم صحة عيدكم، خاوتي وخياتي وولادهم وكامل لافامي عالية وكامل لافامي صيفي، والأصدقاء نتاعي منهم الفنانين ومنهم صحابي هكذا الانتيم، نقول لهم صحة عيدكم من هذا المنبر. ما نقدرش نقول أسماء وتعالى بالي بلينا كل قاع الوقت. ونقول لهم إن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله كل عام توما بخير إن شاء الله ربي، ومنها كامل الأمة الإسلامية وكامل الشعب الجزائري وكامل ولاية البوليدة وبلدية نتاعي نسبوع عرفة ثاني وجيراني، نقول لكم صحة عيدكم. يعطيك الصحة ونقول لك عيدك مبارك، كل عام أنت بألف خير وصحة وعافية يا رب أنت وكل عائلتك إن شاء الله. ربي يحفظك. ربي يخليك. إذا مشاهدينا الكرام احنا مازلنا متواصلين معاكم وعيدنا مازالوا معاكم، نروحوا مع بعض ونشوفوا أجواء كل ولاية، احنا وكل منطقة عندهم عادات وتقاليد مميزة بهم وعندهم أجواء مميزين بهم في هذا العيد. نروحوا نشوفوا مع بعض وش وجدونا المراسلين تاوعنا، لكن ما نذكروش الولاية نخلوها مفاجأة، خليهم هما يعرفوا، يشوفوا الأجواء يعرفوا شنو هي الولاية. رجع لكم مشاهدينا.